السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديالنا ديال اليوم الإخوان غادي نهضروا على واحد السيارة، سيارة من صنع فرنسي. هاد السيارة كيحبوها بزاف ديال الناس، تعرفوا على السلبيات ديالها والمميزات ديالها ونقربكم لهاد السيارة أكثر وأكثر. شكون هي السيارة اللي غنهضروا عليها اليوم؟ غادي تكون حاضرة معنا اليوم في هذا الفيديو، بيجو 106. بزاف ديال الناس كيحبوا هاد السياره، بقاو معنا في هاد الفيديو وما تمشيوش بعيد. قبل ما تشوفوا الفيديو كنتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله اي فيديو حطيناه جديد توصلوا به. نتعرفوا على فوقاش بدات هاد بيجو 106. هاد بيجو 106 بدات كتصنع من 1991 واستمرت حتى 2003. هاد بيجو 106 فيها جوج ديال لي فاس. الفاس ديالها الاول بدا من 1991 واستمر حتى 1996 ووقف. الفاس الثاني بدا في 1996 واستمر حتى 2003 وقف. اجيو دابا نتعرفوا على الهيكل اللي خرجت به هاد السياره بيجو 106. هاد السياره خرجت بجوج ديال الهياكل اللي هما الهاتشباك، يعني سياره قصيره. الهيكل الاول خرجت فيه خمسه ديال الابواب، يعني اربعه ديال الابواب في السياره، والباب ديال المالا فيها الزاج خمسه ديال الابواب. والهيكل الثاني حتى هو هاتشباك خرجت به ثلاثه ديال الابواب، جوج ديال الابواب في القدام ديال السياره، والباب ديال المالا فيها الزاج ثلاثة ديال الأبواب. أجيو دابا نتعرفوا على المحركات اللي خرجت بهم هاد بيجو 106. هاد بيجو 106 خرجت بعدة محركات بزاف. في ليسونس فيها أكثر من 15 محرك، وفي المازوط فيها أكثر من 16 المحرك. يعني المحركات اللي غادي نقول لكم دابا ما غاديش نقولهم لكم كاملين، نعطيكم واحد شوية من شوية باش نوصل لكم الفكرة وتفهموا مزيان. نتعرفوا الاول على المحركات ديال البنزين. المحرك الاول السعه ديالو 1 لتر، الكود ديال المحرك تي او 9 4 سلندر ان لاين. المحرك الثاني السعه ديالو 1.2 لتر، الكود ديال المحرك تي او 1 4 سلندر ان لاين. المحرك الثالث السعه ديالو 1.2 لتر، الكود ديال المحرك تي او 2 4 سلندر إنلاين. المحرك الرابع السعة ديالو 1.3 لتر، الكود ديال المحرك تي او 3 4 سلندر إنلاين. ندوزو للمحرك الخامس، السعة ديالو 1.5 لتر، الكود ديال المحرك تي او 5 4 سلندر إنلاين. تعرفنا دابا على المحركات ديال البنزين، نحطوهم في هاد الجهة. نتعرفوا دابا على المحركات ديال المازوت. المحرك الاول السعه ديالو 1.3 لتر، الكود ديال المحرك تي او دي 3 4 سلندر ان لاين. ندوزو للمحرك الثاني، السعه ديالو 1.5 لتر، الكود ديال المحرك تي او دي 5 4 سلندر ان لاين. اجيو دابا نتعرفوا على الحطه ديال المحرك في قلب الكابو. الحطه ديال المحرك في قلب الكابو فهو على هذا الشكل عرضي. النظام ديال الضخ ديال هذه المحركات في البنزين فيهم جوج ديال الانواع، كاين اللي كيخدموا بالنظام ديال الكاربيرايتر، وكاين اللي كيخدموا بالنظام ديال الانجيكسيون. وفي المازوت كيخدموا بالنظام ديال الانجيكسيون الضغط العالي. النظام ديال الدفع في هذه السياره او ديال هذا المحرك فهي كتجر بالقدام، يعني جر امامي. اجيو دابا نتعرفوا على ترانسميشن ديال هذه السياره، هذه اللي هي لابواط ديال الفيتاس. هذه السياره خرجات بجوج ديال لي بواط ديال الفيتاس، وحده في الاوتوماتيك ووحده في المانيال. ديال الاوتوماتيك فيها اربعه ديال لي رابور، وديال المانيال فيها خمسه ديال لي رابور، وكاين واحد النوع اخر اللي هو رياضي فيه سته ديال لي رابور، ولكن قليل فين تلقاها. اجيو دابا نتعرفوا على النظام ديال سسبنشن في هذه السياره اللي هو جهاز التعليق، ونتعرفوا على السيستم ديال الفريناج اللي هو جهاز المكابح. سيستم ديال سسبنشن في هذه السياره اللي هو جهاز التعليق، جهاز التعليق ديالها الامامي فهو منفصل، كل رويضه على حده، والجهاز التعليق ديالها الخلفي
فهو عبارة عن بار يعني مشترك. اجيو دابا نتعرفوا على السيستم ديال الفريناج في هذه السيارة. السيستم ديال الفريناج ديالها الامامي فهو ديال الديسك، والسيستم الفريناج ديالها الخلفي كاين اللي خارجة بالديسك، وكاين واحد النوع اخر السيستم ديالها ديال الفريناج الامامي ديال الديسك، والسيستم ديالها ديال الفريناج الخلفي ديال الطنبور. اجيو دابا نتعرفوا على العمارة اللي كتجي بها هاد السيارة. كاين اللي كتجي فول اوبشن عامرة كلها من جميع النواحي تحت الطلب، وكاين واحد النوع اخر اللي كتلقاه موجود في الاسواق المغربية كيجي نص عمارة. السيارات الموجودة في الاسواق المغربية ديالنا كاين اللي كتلقى فيها الكليماتيزور، كاين اللي ما كتلقاش فيها الكليماتيزور، كتلقى فيها غير الجهاز ديال التسخين فقط. هاد السيارة متوفرة على الايرباك في المقود ديال السائق، وكاين اللي فيها الايرباك في الجهة ديال الراكب. التحكم في المقود ديالها فهو ديال لاسيست يعني ديال الزيت. هذا الشيء هو اللي كاين في هذه السياره، قليل فين كتلقى فيها شي اجهزه الكترونيه. اجيو دابا نتعرفوا على الكونسوماسيون في هذه السياره ديال البنزين وديال الديزل. هذه السياره في الكونسوماسيون ديالها ديال ليسانس داخل المدينه كتستهلك ديك 7%، وخارج المدينه كتستهلك ديك 5 حتى 6%، فهي اقتصاديه بزاف. ديال المازوط فهي اقتصاديه اكثر واكثر. ديال المازوط داخل المدينه كتستهلك ديك 6%، خارج المدينه كتستهلك ديك من 4.5 حتى 5%. نجيو دابا نتعرفوا على الهيكل ديال السياره ونتقربوا منه اكثر. هاد السياره واش مريحه في الطريق؟ فهي مريحه في الطريق، سياره درويشه للناس الدراوش. واش فيها شي تواسع؟ يعني سياره نورمال مزيانه، واخا تكون طويل، واخا سياره مزيانه بخير وعلى خير. اجيو دابا نتعرفوا على الثبات ديال هذه السياره في الطريق. السياره واش ثابته واش ماشي ثابته؟ فالسياره السرعه ديال المحرك ديالها مع الهيكل ديالها مع الطريقه ديال السياقه فهي ثابته بخير مزيان في الطريق. الهيكل ديال هذه السياره واش صبار واش ماشي صبار؟ فالهيكل ديالها صبار مزيان صحيح بمعنى الكلمه. سياره مقاتله، الناس اللي كاسبينها راهم عارفيني شنو كنقول. سياره مقاتلة بمعنى الكلمة، والحديد ديالها بلاندي، وسيارة بخير وعلى خير. واش نقدر نسافر بهاد السيارة مسافة طويلة؟ أيه تقدر تسافر بهاد السيارة هادي مسافة طويلة، وتقدر تهز تقل المناسب في هاد السيارة وليداتك والزوجة ديالك وكتمشي بخير وعلى خير. المحرك ديال هاد السيارة واش نقدر نسافر به؟ واش صبار والى اخره. المحركات ديال هذه السياره فهما مزيانين وصبارين، وتقدر تضرب بهم مسافه طويله. اشمن محرك كتنصحني به في هذه السياره؟ بيجو 106. واش بنزين او ديزل؟ الا كنت شي انسان مبتدئ في السياقه فكننصحك نصيحه اخويه، دير هذه السياره تكون ديال البنزين، وقول لي الله يرحم لك الوالدين في الغيب ديالي. شنو هي النصيحه اللي غادي تعطيني باش نختار السعه ديال المحرك المناسبه وانا كنسافر بزاف؟ هنا يا اخي حل ودنيك معايا مزيان. المحركات اللي كيصبروا الطريق الطرق الطويله في هذه السيارات هذو سواء ديال البنزين او ديال المازوط، دائما اختار المحرك من 1.3 لتر للفوق، كتمشي مرتاح ومهني وصحه وسلام، والسخانه ما تسولش فيها نهائيا. شنو هي الزيت المناسبه اللي خصني ندير لهذا المحرك ديال هذه السياره هذه؟ هاد المحركات اللي مصنوعين يعني من 99 للتحت كنديروا لهم الزيت ديال 10W40 10W30، والمحركات اللي خارجين من 99 للفوق يعني من 2000 حتى 2003 كنديروا لهم الزيت ديال 5W40 5W30. عطيني شي نصيحه للماء ديال التبريد ديال هاد المحرك هذا باش ما تبقاش تطلع ليا السخانه في الطريق لهذا المحرك. الماء اللي كنصحكم بها الاخوان، ما ديرش الماء طايب طيبو وديرو، ما ديرش الماء ديال عمي الروبيني، ما ديرش الماء ديال الحانوت ديال الباهيه، ما ديرش الماء ديال الكليماتيزور، وما ديرش الماء ديال هذيك المصبانه. دائما دير ماء يكون مخصص لجهاز التبريد باش كتفادى السخونيه ديال المحرك في الطرقات الطويله. واش بصح الميكانيك ديال هذه السياره هذه معقد؟ وعلاش الناس ما كيبغيوش بحال هاد السيارات هادو؟ فبالعكس الميكانيك ديال هاد السياره فهو غير معقد، غير هي هاد السياره كتبغي شي ميكانيكي كيكون ذكي، هادشي هو اللي كاين. واش الميكانيك ديال هاد السياره غالي او رخيص؟ الميكانيك ديال هاد السياره هادي فهو في المتناول ديال جميع الناس.
كيف ما قلت لكم في الاول، سياره ديال الدرويش وسياره درويشه. كنت شي انسان على قد الحال فكنصحك بهاد السياره، الميكانيك ديالها فهو رخيص وفي المتناول. واش بصح قطع الغيار ديال هاد السياره هادي ما بقاش متوفر في وقتنا الحالي؟ فبالعكس الاخوان، ما عمركم تبقاو تفكروا بحال هاد التفكير هذا. القطع ديال الغيار ديال هاد السياره فهو متوفر بكثرة بزاف. واش بصح القطع الغيار ديال هاد السياره هادي غالي؟ فبالعكس، القطع الغيار ديال هاد السياره فهو رخيص جدا ومتوفر بكثرة وبواحد الشكل كبير في لافيراي وفي المتناول. غير هو البياسه اللي كتكون دوريجين راه ساويه الثمن ديالها، والبياسه اللي كتكون مزوره فهي ساويه الثمن ديالها. ودائما كنصحكم ديروا البياس اللي كيكون دوريجين، وسير على الله ما عمرك تسول فيه، وحتى القرمومه كتكون في المتناول، يعني بياس في المتناول. شنو هما السلبيات ديال هاد السياره؟ اول حاجه فيها واحد العيب في هاد السياره، هو انك ملي كتمشي بواحد السرعه عاليه كتسمع واحد الضجيج عندك في الحجره ديال القياده، هذه كتكون غير في السرعات العاليه. العيب ديالها الثاني هي انها سياره حادره شي شويه للارض، وملي كتقل عليها كتزيد كتهبط للارض. والعيب الثالث اللي كاين في هذه السياره، اغلبيته كيكون في السيارات ديال ليسانس، اللي هو المشكل ديال الضوء، كيعانيو منه بزاف ديال الناس. ويلا طحتي يعني في شي تريسيان كيكون ذكي فكيفك ليك المشكل بكل سهوله. صافي وقف اخويا، بارك من الاسئله. هادو هما العيوب وهادو هما المميزات اللي كاين في هذه السياره. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، وسمحوا لينا الا كان الفيديو طويل، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.